والله صار اكثر من 15 20 سنه من زمان لعب. نجي هون نتورى الناس كل عالم ما فهون ونسى وكويس يعني ما من زمان لعب صار 20 سنه نجي نروح نجي كلياتنا اخوه كراد ولا مسيحيه ولا عرب كلياتنا مجتمعين كلياتنا مسيحيه وعرب وكراد. اسمه بوراكو هاي اسمه لعبه بوراكو لعبه كويسه شوي واحد كثير كويسه اللعبه هاي والله من 80 من 85 مع القاوي مكون عربي مسيحي اكراد عم نتسلى مع بعض والله نصلي من التسعين نتسلى مع هالشباب ما في كنا اخوه علاقات متينه واصحاب وما في شيء الا نشتاق على بعض ونجي نتونس مع بعض كونكن اسمه كونكن سنة 79 المقهى لبيت زورافا معروف القهوة على مستوى المنطقة كلها طبعا على طول فاتحين عطل ما في ومن الصبح الساعة 6 الصبح فاتحين للساعة 6 المساء ثلاث عمال عندي تقريبا سه صالي سيما قهوة قال لك باشا حمو حجمتكن بيجي بلوط شو الاسكات سريانية يا صرنا 15 20 سنة من زمان نجي رو ونجي على القهوة نتونس نحن كلياتنا الشباب وهذا من جميع المكونات عم نجي هون كراد ولا مسيحية ولا عرب مبينين يعني في كون كان في لعبة كون كان وثاني شيء تجي هاللعبة هاي أكثر شيء عم تلعب كون كان وهاللعبة بوراكو هاي في هذا المقهى الذي يعود تاريخه إلى عشرات السنين بمدينة تربسبية يجتمع المسنون بكافة الأطياف من كرد وعرب وسريان لقضاء أوقات فراغهم بكل محبة وود معا. هيلان جلال تربسبية فدانج نيوز.